أهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا اليوم، غادي نشارك معكم واحد الحريشات بالسميدة والكوك اللي نتمنى يعجبوكم، اللي كتقدروا تقدموهم في الصباح في الفطور ولا في الكوتي. طريقة سهلة ومكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، وكنتمنى يعجبوكم. ولا كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والقدام، دائما تنقولها لكم الدار راهي داركم. خليكم معنا باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقة صنع هاد الحريشات. غادي نستعمل هنا 500 غرام تاع السميد المتوسط، وغادي نستعمل كذلك كاس ديال الفارينة ديال الدقيق، وغادي نستعمل نص كاس تاع السكر. تقدروا ديروا كاس، انا ما تنبغيش حلاوه نقصت، وكاس تاع الكوكو او جوز الهند، وكاس معمرش ديال الزيت. وغنحتاجوا الكاس ديال الحليب، هنا نقص منه واحد جوج المعالقات، غادي نقول لكم علاش، وكاس تاع ياغورت طبيعي بدون سكر، وجوج بيضات عندي هادو حجم متوسط ماشي كبار، صغير شويه. وهذاك الحليب درته في الخميره، 15 غرام ديال الخميره ديال الخبز اللي درت في هذاك معلق ديال الحليب دافين باش ترخى شويه، والملحه حسب الذوق. وغنحتاجو كذلك 16 غرام ديال الخميره الحلوه. هادشي اللي محتاجينه في المقادير. غادي نبداو بالبيض، غادي نزيدو عليه السكر. ما قلت لكم السكر هنا تقدروا ديروا كاس، انا ما كنديرش كاس، تنقص. وبما انني درت فيه جوز الهند نواد كوكو نقص السكر. تقدروا ديروها الا بغيتوها حلوه تديروها، تقدروا ما تستعملوش كاع نواد كوكو، ديروا غير السكر، ديروا كاس تاع السكر اللي كنتو ما غاديش ديروا فيها. هادو هما الحوايج اللي فيها. زيدوا عليه الحليب دافي شويه، سخنته واحد شويه، ماشي سخون وماشي بارد، سخنته لان كان في الفريجير، سخنته شويه باش يكون دافي. ونزيد الكاس الزيت، تخلطوا عادي هادو، ديروا حاجه بحاجه، ماشي ضروري ترتبوهم ولا يعني اللي بغيتي ديرو. هاد الياغورت يكون طبيعي، ولا درتو ياغورت طبيعي فيه السكر نقصوا السكر. ونزيد الخميره اللي طرخات في ديك المعالق ديال الحليب، صافي، ونخلط حتى يذوب داك الدانون حتى هو والسكر ما يبقاش. ونبدا نزيد نواد كوكو، جوز الهند كيعطيها واحد اللذه زوينه هذا، ولكن ما بغيتش ما تديروش، ماشي ضروري، هو ما كيكونش في الوصفه، هذا كاضافه، ويعني عطاها تحسينات وجات زوينه بصراحه، حتى المذاق ديالها اختلف وجا زوين. ننصحكم تجربوا وردوا عليا الخبر. وزدت الكاس ديال الفارينه، صافي. ملي كنكملوا هادو غادي نزيد دابا السميد. السميد انا خديت هاد المويه، ماشي داك، ماشي غليظ. الا لقيتو الا كان داك الرقيق الدقيق بزاف حاولوا ما ديروش، ديروا هاد اللي تكون فيها شويه الحبه غليظه شويه، صافي. ونزيد عليها الخميره معها، وندخل تقريبا هاد المقادير مضبوطه. انا هادي بجوج بيضات متوسطين، وهاد القياس اللي عطيتكم انا كنستعمل تقريبا 500 غرام ديال السميده، يعني مجربها شحال مره، يعني كتكون عندي 500 غرام صافي كنعرف راسي غادي نديرها. يعني كتبقى ديك معلقه ولا جوج معلقات شيطين ملي كنستعملهم في باش كنفند فيه الحريشات ديالي. ونبقى ندخل هكذا هكذا بشويه نضيف السميد ونحرك كما تشوفوا. راه ما تنساوش السميده راه حتى تشرب حتى هي، خاص غير تكون ما تتقلوهاش بزاف بالسميد، يعني دير بشويه وتحركوا وتشوفوا واش محتاجه ولا لا. هكذا سهله، كتوجد في واحد الوقت وجيز بصراحه، ومضمونه وناجحه 100%. كما قلت لكم انا بقيت كنزيد عيب بشويه باش نعرف القوام ديالي. تشوفوا دابا، تشوفوا بقاو لي هادو تقريبا جوج معالق،
من هذاك النص كيلو ديك 500 غرام هذاك غادي نحتاجهم في الاخر. دابا هذه كما السميده قلت لكم تتشرب غادي نخليها نغطيها ونخليها 20 دقيقه حتى 30 دقيقه في نفس الوقت غادي تخمر. نغطيوها في بلاصه دافيه ونخليوها. دوك انا رجعت لها غادي تبان راه طلعت شويه في الخميره لان فيها الخميره الفوريه وفيها خميره الخبز يعني ضروري غادي تخمر كما تشوفوا. دابا هذاك السميد اللي بقى لي زدت عليه جوج معالق ديال جوز الهند نواه كوكو ونخلطوا معاه. تقدروا ديروا عير السميده ولكن ملي كديروا هاد الجوج بجوج كتجي زوينه يعني راه فيه الداخل فيه الجوز الهند يعني حتى من برا تيجي زوين فيه. وغادي نستعمل هنا هادي عير كاضافه استعملت شويه ماء الزهر باش ولي ندير فيه يدي باش ندير دوك الكويرات. تقدروا تدهنوا يديكم عيب شويه زيت انا ما بغيتش ندير الزيت درت عليه الماء الزهر وما الزهر كيساعد على باش كنديروا كويرات زوينين. وحتى ديك التفنات كيلصق فيها مزيان ديال السميد وديال جوز الهند. غادي نديروا كويرات على الحجم اللي كتبغوا نتوما. انا كنبغي شويه كبار. الا بغيتوا صغار غادي تصغروا غير الكويره تصغروها. بغيتوا ديروها كبيره تديروها كبيره. كما تتشوفوا العجينه ديالنا هكا كتكون كتكور مزيان ما تتكونش سائله وما كتكونش كتفتت يعني كي تشوفوها هكا صافي عرفوها راها شربات هذاك الحليب وداك الزيت ودانون وراها مزيان يعني خصها تكون ناشفه وما تكونش تتفتت لكم تكون تتجمع بسهوله. صافي نبقاو نديرو الكويرات هكا الشكل اللي بغيتو كما قلت لكم نتوما تحكموا في الحجم اللي بغيتو وديروا فيه في هاد السميد وجوز الهند وتحطوا في السمي ديالكم. انا وجدت واحد الطاوه هنا اللي درت فيها البابي سيلفيغيزي وتنحط فيها هي. وهاد الكميه كتخرج لي بالضبط 24 تحريشات. وهنا ملي كنكون قربت نكمل كنسخن الفران على درجه ديال 220 وكنبدا غير يسخن واحد 5 دقائق كندير الحرشه ديالي تطيب من تنديرها في الفوق حتى تتشقق عاد تنزلها لتحت. هذه الصينيه الثانيه كنكمل فيها لان كل وحده درت فيها 12. الصينية الاولى درتها طيب بعد ما كان الفران سخن كنديرها طيب في الفوق حتى كتشقق عاد كنزلها لتحت وكنزل الحراره ديال الفران 180 درجه وكنخرج ليها طيب على خاطرها. وها هي الصينيه الاولى ملي خرجتها تشوف كيفاش تيجيو الحريشات ديالنا. كنتمنى يكونوا عجبوكم وصدقوني جربوهم وما تندموش عليهم كيجيو بلداد. هذاك الريحه ديال الزهر المزهر اللي درتها في الاخر عطاتهم زاتهم واحد اللذه على داك الكوكو وداك السميد جاوا زوينين بزاف وكيجيو بلداد. وفرحوا بهم عائلتكم في كوتي ولا في الصباح كما قلت لكم. وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الاخبار هما الشكل ديالهم كيفاش كيجيو من الداخل. تيجي بصراحه لذاد لذاد وكتستحق التجربه. وكما شفتوا في وقت وجيز وبمقادير بسيطه مكونات بسيطه قدرنا نستعملوا هذه الكميه يعني هي 24 حبه راه لا باس بها. وكنتمنى لهذه الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الاخبار. وشكرا لكم وكنتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكنقول لكم شكرا بزاف وإلى اللقاء إن شاء الله قريبا في فيديو جديد. شكرا ومع السلامة.